الشيخ اسمح لي. اسمح لي الشيخ. في كتب تباع في المحلات التجارية، لو تأخذون منها عينة لو سمحتوا تقرونها تشوفون صحتها وش هي. صدقت. تنباع في المحلات التجارية. الله وجهك. وجهك أبيض. أخذوا منها عينة بعضها بالأردو يعني والإنجليز و... أنت فخر المواطن وحريص على الخير للمسلمين والوطنة والحريص على أمن هالبلد واستقرارها. الله يزاك. يعني لفتتك عن مراقبة ما يباع في من مطبوعات أو يوزع أو كذا يدل على أن المواطنين والله الحمد وأنتم نموذج من المواطنين الصالحين عندهم حس ديني وحس وطني أمني، يقصدون حفظ الدين وحفظ هالوطن. متعددة اللغات من دنوسي انجليزي اردو كلها الكتب. كلها ان شاء الله تشوفون. اخذوا منها عينة لو سمحتوا الان. هل واحد يروح يشتري منها عينات واحد يمر على القسطات ودرسوها وارفعوا لي بها تقارير كلها. هل واحد الان اعطاها 500 ريال ولا يروح؟ وين اللي فيه من الاخوان؟ وين خالد؟ خالد المالكي ما يجي موجود. خالد اعطوا 500 ريال اللي يشتروا لي كل الواحد يسوي ولا رحمتوا يا اثنين ثلاثه. الله اسمع لي الشيخ جيبوها. في شيء ثاني عندكم؟ في شيء ثاني عندكم؟ عندنا شيء ثاني. تفضل معانا بس. شكرا. الناحيه رايحين القهوه والغداء تفضل معانا. ما احنا مسافرين منا الله يكرمكم الله يقطعونا لكم واجب. والله لكم واجب عندنا في لكم شاني المره الثانيه. الله يحييك. المره الثانيه شنو شانيك؟ الله يخليك.